السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من باب تيسير استخدام موقع أساكيب، عدلنا بعض الحاجات في الإعدادات أو في الملف الخاص بالمستخدم على الموقع. طبعا أنت يعني موقع أساكيب الحمد لله يقدم كثيرا من الدورات النافعة المفيدة فضل الله عز وجل. خلينا نروح على إنه المعلم الآن قام بالدخول على حسابه على الموقع، سواء سجل من خلال كلمة المرور والبريد أو قام بالتسجيل من خلال جوجل مباشرة. خلال حسابي على جوجل تم تسجيل الاشتراك في موقع أساكي. هنروح على حسابي من هنا. طبعا كان يظهر هنا شريط كده يوضح نسبة إكمال الحساب، وربما دي كانت تسبب بعض الإزعاج للمشتركين، لكن يعني حذفناها. فيمكن أن نذهب من هنا، طبعا إذا كان الاسم باللغة الإنجليزية فيفضل يعني أن يكون باللغة العربية. سنذهب إلى أكمل حسابك الآن أو من الإعدادات من هنا، مثلا نذهب إلى نفس الصفحة، وسنجد هنا أيضا أنه تم حذف شريط خاص ب نسبة إكمال الحساب، ده رقم واحد. رقم اتنين، إن إحنا حذفنا الإدخالات الخاصة أو المدخلات الخاصة بالسوشيال ميديا أو وسائل التواصل. إن شاء الله يعني هناك فكرة سنطور الموقع قريبا وستكون مطلوبة وسنعيد استخدامها مرة أخرى، لكن الآن يعني لا نرى أنها ليست شديدة الأهمية وتسبب بعض المشاكل للمستخدمين. فسنذهب حتى هنا في الملف التعريفي الشخصي. الملف الشخصي أيضا طورنا المسألة بشكل أيسر بكثير بفضل الله عز وجل. هنا تظهر طبعا البيانات، يمكنك تغيير الصورة من هنا، ويمكنك الضغط هنا على تعديل البيانات وتقوم بتعديل بياناتك من هنا. مثلا ستكتب اسمك هكذا، طيب تمام، ويمكنك أن تحفظ البيانات، فتم تعديل البيانات بهذا الشكل. طبعا أنت تعدل البيانات وتغير كل البيانات، تاريخ الميلاد ورقم الهاتف والدولة واللغة الأم الخاص بك والنوع، وكذلك تكتب وصف مختصر، ثم تختار لنا كيف تعرفت على أساكيب وتقوم بحفظ البيانات مثلا هكذا بهذا الشكل. تمام، هو تاريخ الميلاد، وليكن سأذهب هنا إلى السنوات، أذهب إلى سنة معينة هكذا، وليكن إلى شهر معين حسب تاريخ الميلاد، وبهذا الشكل أكتب رقم الهاتف الخاص بي. تمام، أكملت البيانات بكل بساطة، أقوم بحفظ التغييرات الآن، تم حفظ البيانات. لو أردت تعديل أي شيء أضغط هنا مرة أخرى أو أضغط على إلغاء. بعد كده ممكن أدخل التخصص العلمي، يعني المؤهل الخاص بي، تخصص هذا المؤهل، الكلية والجامعة، ومتى تخرجت، والتقدير العام، وهل ما زلت طالبا أم لا، وتضغط على إضافة المؤهل وهكذا. كذلك التخصص العملي، ما اسم الوظيفة، تخصص الوظيفة، مكان العمل، بدأت سنة كام وانتهيت، أو عدد سنوات العمل، وهل ما زلت على رأس هذه الوظيفة أم لا، هذا مهم طبعا. وهنا إنشاء كلمة المرور، هذا الخيار سيظهر فقط للذين قاموا بالاشتراك في الموقع من خلال جوجل، حساب جوجل، وليس من خلال البريد وكلمة المرور. إذا دخلت من خلال البريد وكلمة المرور لن تظهر لك هذه. لن يظهر لك هذا الخيار. فماذا ستفعل الآن؟ الذي ستفعله إذا أردت أن تلغي الدخول بجوجل، أحيانا بعض الناس يكون عندهم حساب جوجل على الهاتف وليس موجودا على الحاسوب فيواجه مشكلة. فأنا أريد أن ألغي الارتباط بحساب جوجل وأدخل عادي بنفس البريد الذي دخلت به، لكن بكلمة مرور وليس بحساب جوجل. فهنا سأقوم بإدخال كلمة المرور مرتين هكذا، وليكن بهذا الشكل.
وأتأكد أن كلمة المرور متساوية وصحيحة، ثم أضغط على تغيير كلمة المرور. هكذا تم تغيير كلمة المرور بنجاح، وتم إلغاء أو فصل الدخول بجوجل وإنشاء كلمة مرور. الآن سأدخل إلى الحساب الخاص بي، ليس من خلال جوجل، ولكن من خلال كلمة المرور والبريد هذا الذي دخلت به في الأساس. دائما ما نطور ويعني نيسر في الموقع بإذن الله، لعل الله عز وجل يكتب له القبول، وأن تنتفعوا به وبما سنقدمه عليه بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.